المرتبات دي بتتمرن ليه؟ قال لك يعني انا وعمل لنفسه نظام، عمل لنفسه استشفى في بيته، وبقى يبقى عارف ايه اللي هيديله. اللي عايز يتعلم حراسة المرمى يبص لعصام الحضري طبعا. لا 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 يعني. لا شيء يعني، هو ساعات بيزعل مني احيانا لما بقول حاجه مثلا ما تعجبوش، وانا ببقى طبيعي. قاصد اقول للناس حاجه تانية خالص. يعني ببقى قاصد اضرب مثل بيه للناس. فاهم انت ازاي؟ قد ايه كان مطيع، قد ايه كان بياخد على دماغه وهو يسكت، قد ايه كان بيحب يتعلم، قد ايه كان يعني اقصد اقول هو كان يزعل مثلا، بيفتكر ان انا بقلل منه في الكلام، انت عارف فهمه شويه كويس. لكن انا بحبه جدا 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 جدا. اعظم حارس في التاريخ يا كابتن، تاريخ مصر. اعظم حارس في تاريخ مصر، ما بيزعلوا مني رقميا وكل حاجه. كل حاجه طبعا، في حراس عظام كتير جت طبعا في مصر. لا طبعا طبعا. اهم حاجه كانت بتميز عصام ايه يا كابتن؟ العند. العند. يعني لما يبقى مثلا هو عنده مثلا 38 39 40 سنه بتمرن مع حد عنده 15 16 سنه 17 20، وانا مثلا عامل الكباستي بتاعت التدريب عليه اقل شويه، يشوفها ايه تديني زيه ليه؟ ازاي فاكرني ان انا يعني اقل منه؟ فيفهم. بس دي علميا يعني، انا لازم شويه يقول لك لا انا عايز اتمرن اكتر منه، اديني اتنين اكتر منه ويشوفها. ممكن ناس كتير ما تشوفهاش. او شده التمرين مثلا، انا مثلا لما ترجع الكره خطوتين ثلاثه لورا الشده بتتقل. يشوفها لو ياخد باله، ياخد باله خبرته. فاهم طبعا. فلا حارس بكل المقاييس معجزه، معجزه بجد يعني فعلا. طبعا.